السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 1993 أيضا أعتقد في شهر يوليو أو أغسطس كانت أول زيارة ميدانية لي لأمريكا. كان ساعتها في موظف جديد هيجي يشتغل معانا كان اسمه عمران مادن. عمران مادن كان بيشتغل في مؤسسة العون الإسلامي في The Muslim Aid في لندن وقرر أن يجي يلتحق بينا. فقلنا نطلع أنا وهو في الصيف نلف أمريكا. يعني إيه نلف أمريكا؟ في الوقت ده كان شركة دلتا اللي هي شركة طيران دلتا كان عاملة تذكرة سياحية 300 جنيه استرليني، يعني في الوقت ده حوالي 500 دولار تقريبا، تلف بيها أمريكا لمدة شهر، ما تنزل في أي ولاية إن شاء الله تعدي على 20-30 ولاية في الشهر ده بهي نفسها عشان تشجع السياح إنهم يجوا. فاتفقت أنا والأستاذ عمران مادن ان احنا نسافر مع بعض من لندن، ما كانش في حاجه من برمنغهام طبعا، ونطلع هناك. عمران يعني كان يعني برضك شاب من الشباب اللي هم الايرلنديين المسلمين اللي هم دمهم حامي زي حالتنا كده، يعني ما يتخيلوش عن السامعين. وقلنا لا توكلنا على الله، حاولنا نرتب اللقاءات دي مع المندوب بتاعنا في مدينه لوس انجلوس بحيث ان احنا نعدي على اكبر عدد من الولايات الامريكيه نتكلم فيه عن الإغاثة الإسلامية، خاصة في الوقت ده كانت قضية البوسنة هي القضية الأولى في العالم، وكان طبعا أغلب المؤسسات في أمريكا ما كانش لها أي مكتب في البوسنة عشان تشتغل هناك. طبعا كنا كل يوم بنتنقل من ولاية لولاية لولاية لولاية، وطبعا يعني يدوبك ناخد أول طيارة في الصباح اللي تبقى بتاعت على 6 ساعات، الساعة 5:30 ساعات الساعة، يعني بحيث إن ما يكونش عليها ضغط. وطبعا كل سفرنا كان بيكون على قائمة الانتظار، يعني نروح المطار ونحطين اسمنا وفي الغالب كنا نقعد نستنى 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 لغاية ما تمل الطيارة في كرسي أو كرسيين نطلع ناخد. دي طبعا كانت إيه، كانت اللي هو الاتفاقية بتاعت التذكرة دي أو الصلاحيات التذكرة دي، إن أنت ما يكونكش الأولوية إنك تطلع على الطيارة، لكن يبقى دايما ليك أكشولي لما يكونش لو تكون الطيارة فيها كراسي يعطوها لك. فكنا بنقضي بسم الله ما شاء الله أيام سعيدة وجميلة وهنيئة، وإحنا الاتنين نطلع ونسافر وننزل قبل الشباب. طبعا بعد سفري في بعض المناطق هناك بعض الولايات في المنطقة في أمريكا حسيت إن الشباب كده، يعني في الوقت ده مش زي الشباب اللي إحنا عارفينهم في أوروبا. إحنا عندنا الشباب يعني صلب وقوي ومفهوش الارتخاء ده إلى آخره. لقيت الشباب كده كان ساعتها الموضة بتاعت البنطلونات الساقطة من ورا وبيتكلموا مناخيرهم الى اخره، يعني فيعني وقاعدين كده يعني مرتاحين مريحين قوي قوي قوي. فما عجبنيش ان انا ابدا تعيين اي حد منهم عشان يكون هو المسؤول الميداني او المسؤول الموظف عن اسلام كليف في امريكا في نفس الوقت. طبعا الشباب كان بيرحب بينا وكنا بنبات بعض الاحيان في الاوتيلات او بعض الاحيان عند العائلات اللي كانوا بيستضيفونا. من أظرف الأشياء اللي احنا كنا حصلت لي بيني وبين عمران مادن هي اللي هي كيس ايه يا شباب، كيس اللي هو الفول السوداني. انا طبعا في الحالات دي بحب اكل الفول السوداني كتير جدا، نور بيناتس بنسميه. كنا متأخرين جدا على الطيارة ورايحين، واحنا داخلين على الجيت اللي هو البوابة افتكرت كيس الفول السوداني، فقلت يا عمران، قال لي نعم. قلت له فين كيس الفول السوداني؟ قال لي مش معايا. قلت له ده روح هاته بسرعه يا حسن. قال لي هنتعب. قلت له روح بجري بسرعه. فساب كل حاجه بتاعته معايا وما رضناش نطلع طياره الا لما راح جاب لي كيس الفول السوداني. وطبعا كان كل ما قابله في اي مكان بعد كده، يعني الحمد لله بعد ما اشتغل في الاغاثه الاسلاميه ورجع اشتغل في اماكن اخرى كتير جدا، اقول له فاكر الكيس السوداني؟ يقول لي فاكر الكيس السوداني اللي انت كنت هتضيع على الطياره عشان. المهم خرجنا من الرحلة دي اللي كانت حوالي 4 أسابيع، لفينا فيها كان حوالي 20 أو أكتر من 20 ولاية، ما بين 20-25 ولاية، كل يوم في ولاية مختلفة، وكل يوم نقعد مع مجموعة من الشباب ناخد عناوين وناخد وناخد ناخد عشان نعرف الناس بالإغاثة الإسلامية اللي هي هتبتدي تشتغل من لوس أنجلوس في نهاية هذا العام اللي هو عام 1993. وطلعنا برؤية جديدة ان احنا مش هنعين حد من شباب امريكا. الشباب الامريكي كان ابن الجالية المتعلمة المثقفة الحرفية المهنية الكبيرة. الشباب اللي موجود في اوروبا كان ابن الجالية العمالية اللي كان بتهتم
بالاشياء التقليديه القويه يعني. فكان في يعني فرق كبير جدا في ثقافه التربيه في امريكا وثقافه التربيه في بريطانيا. فاستعنا بالله ان ناخد الشباب اللي هم عارفين ثقافتنا عشان يبعدوا يروحوا بالثقافه دي ويشتغلوا هناك، ما يعتمدوش على اللي هو الرفاهيه الامريكيه اللي كانت موجوده وتصيب شبابنا هناك. وفعلا في نهايه هذا العام بعتنا اول الشباب اللي هو كان جنجير مالك وزوجته، وفي يناير او فبراير 1994 بعتنا الشاب الثاني هو اسمه انور خان، وعملوا المعجزات في امريكا وجزاهم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.